بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهاردة هنتكلم على مرحلة كنترول سي ان سي راوتر. طبعا دي مرحلة مهمة جدا، مرحلة ان انت تجمع كنترول. ممكن عندك اختيارين، يا اما انت هتجمع بنفسك لو انت عندك خبرة في الكهرباء، خبرة كويسة يعني، مش عادية، يا اما هتروح لحد مختص يجمعه لك. انا ما كانش ليها خبره كافيه يعني عشان اقدر اجمع حاجه زي كده، فروحت للبشمهندس محمود بسوني، موقعه سي ان سي طيبه على فيسبوك، وربنا كرمني بيه ان هو انسان محترم يعني، وجمع لي الكنترول بشكل محترم وبحرفيه عاليه يعني، جزاه الله خير يعني. وهنسيب برضو اللينك بتاعه على الفيسبوك على في صندوق الوصف. نبتدي بقى نتكلم على الكنترول كده بشكل عام. انت الموضوع سي ان سي راوتر او سي ان سي اي حاجه، هو ايه؟ كمبيوتر نوميريكال كنترول، هي اختصار السي ان سي كده، التحكم باستخدام الحاسب الالي. فانت عندك جهاز الكمبيوتر عليه برنامج بيتحكم لك، برنامج تحكم، تمام. برنامج تحكم ده انا لازم لي اوصله بالمكنه بتاعتي، المكنه بتاعتي عشان اوصلها بالكمبيوتر، بحيث ان هو يحرك لي المكنه دي الحركه اللي انا عايزها بدقه عاليه. ومن خلال الكمبيوتر لازم الاشاره اللي انا ببعتها من الكمبيوتر للمكنه تعدي على حاجه اسمها كنترول. ايه هو العباره؟ ايه هو الكنترول ده؟ الكنترول ده عباره عن مكونات اساسيه. هتلاقي اي كنترول ما يعني يتشابه كتير، ما فيش اختلافات قوي، هتلاقي الشكل العام للكنترول واحد تقريبا يعني، اختلافات بس بسيطة ما بين حرفية التجميع، ما بين شخص وشخص، ما بين حد مزود سويتشات، مزود سويتش اللي يعمل غرض ما، هي هتلاقي الاختلافات في الكنترول بسيطة جدا. هنبتدي نتكلم على مكونات الكنترول من الداخل. طبعا اول مكون بيقابلني هو البريك اوت او الانترفيس، هي هتلاقي دي مسمياتها على النت، بريك اوت انترفيس. طبعا بشكل مبدئي كده لازم اكون محدد برنامج التشغيل X3 او غيره، لان طبعا البوردات دي بتشتغل على كل برنامج تشغيل لبوردات معينة. يهمني في ايه في اختيار البريك اوت دي؟ يهمني عاملين مهمين جدا، هشتغل كم محور وهوصلها ازاي بالكمبيوتر. دول العاملين اللي بيحددوا لي اختياري للبريك اوت، لان احنا زي ما شايفين كده انا عندي بريك اوت اللي انا مستعمله كابل الطبعة القديم وجنبيه USB ثانوي، ده عشان ينقلني الداتا بتاعتي. الميزه فيه بالنسبه ان هو بين الداتا كويس والارخص من USB، لان USB هتلاقي طبعا اغلى شويه عن البلر بورت ده، عن الكابل الطبع القديم. فكابل الطبع القديم عشان التكلفه بيبقى انت باختيار اول طبعا، لان انت بتوصله بالكيسه، لازم يبقى فيها كابل الطبع القديم اللي انت شايفه كده، فده طبعا بيحكمك، لان انت لازم في الحالة دي هتستعمل كيسة قديمة شوية او كمبيوتر في البرر بورت ده، بحيث انه يشغل لك المكنة بس، مش هيبقى فيه بقى ولا تصمم عليه ولا ارتكاب ولا حاجة. انما لو عايز مثلا تشغله بقى على كمبيوتر حديث او لاب، يبقى انت لازم تجيب الانترفيس بتاعتك USB. طبعا التكلفة هتختلف لو استخدمت USB طبعا، بس فده خيار يعني. تاني خيار انت هتشغلها على كم محور، لان هتلاقي السعر يختلف، من في انترفيس هتلاقي تشتغل 3 محاور، 4 محاور، 5 محاور. فانت مثلا بتحدد انت هتشتغل على راوتر سي ان سي 3 محاور بس، او انت
يعني هتعدله زي ما احنا بالظبط في حالتنا دي، ان احنا عاملينه ان احنا ان شاء الله نزود عليه المحور الدوار المخرطة. فده فانت بتفكر في الكنترول لازم تأسس له، لان انت اللي عندك الانترفيس دي هي اللي بتعمل، هي المنسق العام للوحة، هي اللي بتنسق لك ما بين الدرايفرات والليميت سويتش وكل مكونات الكنترول، هي اللي بيتوصل عليها كل حاجة. فانت لازم تبقى محدد من بداية تفكيرك في الكنترول انت هتشتغل على 3 محاور او اكتر من 3 محاور، وهتوصلها ازاي بالكمبيوتر، طريقة الاتصال بالكمبيوتر على حسب انت هتشتغل على كمبيوتر ايه، كمبيوتر يشغل المكنة بس ولا كمبيوتر يشغل المكنة وتصمم عليه، لان دي برضو مشكلة هتلاقي ناس كتيرة بتقع فيها وانا وقعت فيها. لان انت دلوقتي بتبقى انا عايز جهازين للكمبيوتر، جهاز هتصمم عليه تشتغل عليه ار تي كام 3 دي ماكس لازم يبقى حديث شوية، وكل ما طبعا ما يكون حديث هيسهل لك الدنيا وهيريحك مش هيخنقك يعني. وعايز كمبيوتر امكانياته متوسطة او قليلة شوية شغل لك المكنة، كيسة مثلا ان هي الاوبشن بتاعها ان هي فيها كابل الطبعة القديم ده بس، يعني ده الاوبشن الاساسي، وان هي تشتغل مثلا طبعا احنا قلنا يعني زي ما الدكتور احمد ابو الفتوح يعني قايل ان انسب حاجه تشغل برنامج ماكس دي عليها ويندوز اكس بي القديم، وممكن على ويندوز 7 مثلا، بس هو بيفضل ويندوز اكس بي القديم. فانت تقريبا عندك عايز كيسه هي تعتبر هتشغل امكانياتها مش عاليه قوي ومش ضعيفه قوي، بحيث انها تشغل لك البرنامج بس، يعني تشغل لك ساعتها بقى للكنترول للمكنه وخلاص بقى. وانت بقى موضوع التصميم بقى ديزاين ار تي كام 3 دي ماكس ده تشتغل على كمبيوتر تاني، لان ده مثلا كمبيوتر زي كده هيبقى اخره مثلا يشغل لك ار تي كام 2008. طبعا الانترفيس بدورها بتستقبل الاشاره اللي جايه من ماك 3 من خلال كابل الكمبيوتر، الانترفيس دي بقى بتحولها لي للدرايفرات إشارة إلكترونية صغيرة، بحيث إن الدرايفر بعد كده بياخد الإشارة الصغيرة دي ويهندلها، وبيبقى متوصل له باور سبلاي بحيث إنه يديله مصدر للتيار الكهربائي المستمر. الباور سبلاي ده وظيفته إن هو بيحول لك التيار الاي سي اللي جاي من الكهرباء العادية دي اللي في البيوت لتيار دي سي، تيار مستمر عشان المواتير. فالإشارة بيبعتها الدرايفر للمواتير في أطراف الأسلاك الأربعة بحيث إنه يتحكم لي في الموتور. ده كده باختصار كده مسار الإشارة من ساعة ما بتطلع من ماك 3 وتنتقل للإنترفيس للدرايفر والباور سبلاي. دي المكونات الأساسية اللي احنا اتكلمنا اللي احنا قلناها واحنا بنتكلم كده في الإشارة، ان هو بيطلع من انترفيس عايز درايفر. ايه هو بقى الدرايفر؟ انت ليك موتور شغال بره يبقى لازم ليه حاجه اسمها درايفر جوه. الدرايفر ده هو سائق الموتور، دي ترجمه حرفيه وهي فعلا ترجمه حرفيه صح، ان الدرايفر هو اللي بيسوق الموتور في كل حاجه، بيسوق السرعه والاتجاه والدقه، كل الحاجات دي من خلال الدرايفر تقدر تتحكم فيها من خلال اعدادات معينه، برضه هنشوفها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ازاي تظبط درايفر وازاي اعمل له المايكرو ستيب بتاعته بحيث ان اتحكم في الدقه. فالدرايفر ده هو المخ بتاع الموتور، هو البروسيسور بتاعه، هو اللي بيتحكم فيه في كل حاجه. فتلاقي ان الموتور والدرايفر هما يعتبروا يونت واحد. انت لما تتكلم في موتور معين يبقى لازم في من الدرايفرات من المواصفات الامبريه والمواصفات الكهربائية ان هي تشغل الموتور ده. فالموتور والدرايف يعني هما بيكملوا بعض في هتلاقي كل حاجة معروفة، حتى وانت بتتكلم مع الناس اللي هتجمع الكنترول او انت هتجمع الكنترول معروف ان الدرايف الكبير مثلا ده يشتغل لنيما 34، الدرايف الصغير اللي في الاخر ده بيشتغل لنيما 23.
والباور سبلاي احنا قلنا طبعا وظيفته، هتلاقي بقى بقية المكونات اللي في الكنترول بقى، مثلا مراوح تبريد، دي طبعا التبريد لا غنى عنه في الأجهزة الإلكترونية، بتساعد على كفاءة الشغل جوه الكنترول، وبتحسني في عمر المكون، تحافظ عليه يعني على المكونات. مفاتيح زي اللي احنا شايفينها كده، بحيث انها باور للمكنة وباور للسبندل اللي متوصل بالكنترول. روزيتات تجميع زي ما انتوا شايفين كده، الاسلاك حرفية بقى، الناس الراجل اللي بيجمع دي كده. المكونات الأساسية للكنترول، المكونات الفرعية هتلاقي اختلافات بسيطة، مثلا اللي انتوا شايفينه ده الباور سبلاي لوحده، ده اللي على جنب ده بتاع السبندل، هو خاص بالسبندل. لأن أنا جايب سبندل 500 كيلو وات، معاه مغير للسرعات اللي هي المقاومة دي، بحيث ان هو اقدر اتحكم في السبندل. هو طبعا الباور سبلاي ده عشان يحول التيار لدي سي، يبقى السبندل عندي شغال دي سي، ومغير للسرعات ده عشان اتحكم في سرعته. ليه بقى هتلاقي ان انا جايب سبندل صغير، وهتلاقي في ناس شغالة بسبندل كبير، وهتلاقي في ناس شغالة بالراوتر الكهربائي العادي اللي هو ماكيتا او اي ماركة تاني، او صاروخ استنباط، يعني بحيث ان هو بيحط اي حاجة الكهربائية بتلف تضم بدور الاسبندل ده كله علشان التكلفة. لان انت لو هتجيب اسبندل كبير يبقى لازم يبقى معاك انفرتر، جهاز خاص بيه مغير للسرعات. ده الاسبندل يلزمه حاجة اسمها انفرتر، انما الراوتر الكهربائي العادي اللي بيبقى شغال طبعا بيشتغل، هو تيار كهربائي بيشتغل على الاي سي، وهو شغله خفيف يعني، زي ما احنا عارفين الراوتر الكهربائي اليدوي ده بتستعمله شغل خفيف، ما تقدرش تقرص عليه قوي. ده الفرق بين الاي سي والدي سي. الدي سي بيشتغل عدد ساعات اكتر ويستحمل يعني، يبقى فيه تبريد طبعا، السبندل بيبقى فيه تبريد هواء وفيه تبريد مياه. طبعا هتلاقي فيه معلومات كتيرة في موضوع الاسبندل دي، واهمهم موضوع الكوليت لانه موضوع محوري هنتطرق ليه كده، بس لما نتكلم على الاسبندل بشكل عملي كده ان شاء الله. موضوع التوصيلات طبعا هتلاقي طبعا في ناس شرحها بشكل كويس جدا، موضوع توصيلات الدرايفرات والباور سبلاي، وازاي توصل الدرايفر بالستيبر. طبعا دكتور احمد ابو الفتوح يعني على راسهم، زي ما اشرنا في اول فيديوهات يعني، هو مقدم قيمه علميه محترمه في موضوع السي ان سي راوتر. فده كده استعراض لمعظم المكونات الكنترول الداخليه والتوصيلات، وموضوع الاسبندل ايه الخيارات المتاحه، اسبندل قدرته قليله او قدره كبيره، وايه اللي يوفر لك. هتلاقي بقى خلاص بقى كده دي معظم التوصيلات ومعظم اجزاء الكنترول. ممكن بقى هتلاقي التجميعات على الباب زي السلوك اللي احنا شايفينها دي، بحيث ان انت تقدر تتحكم في الكنترول من الخارج، بحيث ان انت عندك لما تقفل الكنترول كده هتلاقي ده طبعا emergency button، مفتاح الطوارئ، بحيث ان تحصل في المكنة اي مشكلة ولا اي حاجة تدوس عليه ضغطة كده، بحيث ان انت بعد ما تحل المشكلة دي تلف المفتاح، فالمكنة تبقى stand by شغالة already، تبقى جاهزة كده. ده هو مفتاح الطوارئ معمول كده. طبعا باور اون واوف يشغلك السبندل من بره من غير ما تفتح الكنترول. لمضة بيان عشان توضح لك الكنترول شغال ولا لا. هنشوف بقى التوصيلات اللي انت بتتعامل عليها من بره. انت عندك هم دول كابلين اللي واصلين بالكمبيوتر، كابل منهم كابل الطبع القديم وكابل ثانوي جنب منه يو اس بي، لازم الاتنين يبقوا واصلين عشان ينقلوا لك الداتا. عندك اربع مخارج للاربع مواتير، وتحتيهم هتلاقي فيه تلاتة ليميت سويتش. الليميت سويتش ده نهاية وبداية الحركة. طبعا الفاضي ده المحور الدوار، عشان هنوصل على المحور الدوار.
اللي انا ماسكه ده طبعا توصيل الكهرباء 220 فولت عادي، الكهرباء العادية الموجودة في الاتنين فاز. ده السلك الخاص بالسبندل عشان تبقى انت كده رابط الاسبندل بالكنترول وكده. يعني الحمد لله، ان شاء الله بقى نكمل في الفيديوهات القادمة.